السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم ما راكم تشاهدوا في هذا الفيديو. اذا اول مرة دخلوا للقناة وعجبكم المحتوى تاعها ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوش تاني تتابعوني على الانستغرام وين نحط فيه دي ستوري بشكل يومي. حبيت انك نشكركم على التعليقات المشجعة اللي تخليوها لي، اللي يعطوا لي طاقة ايجابية باش نعدلكم فيديوهات ووصفات اللي يكونوا في المستوى. كما راكم تشوفوا بديت لكم الفيديو هنايا بهاد العاصفة الثلجية، وكنت رايحة عند والمارت، وبالنسبة للناس اللي ما على بالهمش هنايا رانا في الحجر الصحي، وبالنسبة لهنا لي كا تاع الكورونا فيروس راهم زادوا، لذلك غلقوا علينا كاع المحلات وخلونا غير المحلات اللي يكونوا ضروريين. وكما تعرفوا والمارت فيه يعني فيه الاشياء، فيه الاكل وفيه الملابس وفيه يعني اشياء اخرى، دونك في الداخل غلقوا علينا كل شيء، خلاو غير المواد الضرورية اللي هي المواد الغذائية والمواد تاع التنظيف. هذا مكان، ودوكا رايحين تكتشفوا في الفيديو يعني كيفاش ولا. وتانيك راح نشارك معاكم بعض المواد اللي نستخدمها، لانه جاو لي هكذا بعض الاسئله عن المواد، سواء كوسا سواء في المواد تاع المطبخ ولا تاع التنظيف اللي نستعملها. دونك راح نشارك معاكم. دوكا نتمنى لكم فرجه ممتعه ونتلاقاو فيما بعد. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer la cloche pour recevoir des notifications d'alerte. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Instagram où je publie des stories régulièrement. Je voudrais aussi vous remercier pour vos encouragements, vos commentaires qui me font plaisir et qui me donnent plus d'énergie de vous donner plus. Quand vous voyez ici, je vous ai commencé la vidéo avec cette tempête de neige qui a frappé le Québec ce jour-là. Et en fait, j'étais en route vers Walmart pour faire quelques courses. Et pour les gens qui ne savent pas, on est en confinement partiel et on a aussi le couvre-feu qui commence de 20h jusqu'à 5h du matin. Et concernant les magasins, ils ont fermé tous les magasins non essentiels. Vous allez voir maintenant chez Walmart comment c'est devenu. Voilà, et je vais partager également avec vous les produits que j'utilise. J'ai eu beaucoup de messages de quelques abonnés qui habitent ici, qui me demandaient les produits que j'utilise, que ce soit en cuisine ou les produits d'entretien. Je vais vous donner mon avis. Maintenant, je vous laisse avec ces images et on se verra tantôt.
Be careful. Hey. كيفاش ولا من الداخل غلقوا كاع المواد الغير الضروريه وخلاو غير مواد تاع الاكل والصيدليه والمواد تاع التنظيف. هذا مكان وهذا يشمل كاع يعني المقاطعه تاع كيبيك. لقيت هاد الحلوة الطرب بالنسبة للبنات اللي حوسوا على حلوة الطرب، لقيتها في هاد الجناح اللي يجيبوا به أشياء من جميع الدول العالم، كساسوا من آسيا ولا من إفريقيا ولا أمريكا الجنوبية. ويعني بالنسبة لهاد الحلوة الطرب تقدروا تلقاوها في محلات كثيرة، خاصة هادوك المحلات اللي يجيبوا اللحم الحلال ولا هادوك المحلات الباكستانية. كاين تانيك شفت هادي جبنة بوك، هاد الطحينة، وكاين هذا تانيك الاميلونج تاع الفلافل. صراحة انا جامي جربتو هكذايا، جامي شريتو. فوالا. وكاين تانيك الصلصات، يعني كاين صلصات بجميع انواعها، خاصة كما تعرفوا اسيا معروفة بالصلصات تاعها، وخاصة الصين عندهم صلصات مختلفة. وبالنسبة للروز انا نستعمل هاد الروز، لو ري كو جوتيليز سي سولوي لا، سي ري ا دومي كوي ا لون غران. فوالا هذا هو. ونشري هاد الصاك كبير يشد لي بزاف. هنايا كما قلت لكم هادوما الصلصات، كاين يعني صلصات الصوجا، هادوما لي صوص تاعهم. بالنسبة للناس اللي يحبوا الاكل الصيني تلقاو كاع واش تحبوا في هاد لو غيون ولا في هاد الجناح. هي زهرة الذرة ولا المايزينا اللي نستعملها، نشري فيها علبة كبيرة وتشد لي وقت طويل. فوالا فيكول دو مايس. الشوكولا تاع الحلوه ولا الشوكولا بور لو غلاساج نستعمل هادي. فوالا كاين فيها شوكولا سوداء، شوكولا نوار، وشوكولا بالحليب، شوكولا اولي، وكاين الكاكاو تاني، وكاين هادوما الحبيبات تاع الشوكولا. وبالنسبه للفارينه تانيك نستعمل دي فوا، يعني كل مره نبدل، ما عنديش ماركه معينه، نستعمل في لا بلوبار دو طون نستعمل غريت فاليو. كاين تانيك هادوما العلب تاع الطون يجيو فيهم 120 غرام، كاين هذا ايميتي ولا يعني يكون مقطع الى قطع صغيره، وكاين يجيو دي مورسو كبار هادوما او مورسو. وصراحه الثمن تاعهم مناسب، يجي في الماء والوزن تاعو 120 غرام، ودار فيه تخفيض، دار ب 1.47. وبالنسبه للكريمه الطازجه هذه لا كريم دو كويسون، نستعمل هذيك لا كريم دو كويسون 35%. و بور لي غاتو جوتيليز هذه تاع كيبون 35% دو ماتير غراس. انا نشري هذيك تاع لتر واحد لانه نستعمل الحلوه يعني بكثره، واللي بالنسبه للناس اللي ما يخدموش الحلوه ريغولييرمون جو كونساي تديو هذوك العلب الصغار. وبالنسبه هذا الصابون تاع الاواني انا ناخذ هذه علبه كبيره وتشد لي وقت طويل، وكاين يعني بليزور بارفان. بالنسبه للبنات تاني كلي سقساوني هذه ننصحكم بها، انا عندي وحده كيما هي بصح ماشي نفس الماركه، عمليه بزاف وننصحكم بها. جو فو لا كونساي، الي فريمون تري تري براتيك. المنظف تاع الارضيه انا كنت ناخذ هذاك تاع الخزامه
وهذاك الاصفر. وريسامون جي ديكوفر هدايا يجي فريمون الرائحه تاعو تشد لكم كي تسيقوا به يشد لكم توت لا جورني. فرانشمون هدايا تاع دي فلور برينتونيير جو كرو ولا كيفاش مكتوب فيه. فرانشمون هاد لو روز الي فريمون توب. وهذاك تاع الخزامه تاني مليح بصح هذا راح يشد لكم توت لا جورني راح تشموا الريحه تاعو. وهادو ما المواد تاع التنظيف اليوميه هادوك توت يوزاج اكسيتيرا استعمل يعني كل مره نبدل ما عنديش ماركه معينه. وكاين تاني كلي يشريو هكذايا اون غران فورما ويديروه في قارورات صغار هكذا يجي بلوز ايكونوميك. بور لا كويزينيير انا نستعمل هدايا لو فيم بلو vraiment très 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 efficace. Dès que la cuisinière ou en bas vous allez frotter légèrement les résidus les conophères. Voilà un instant head le bleu ou une chérie avec grand format. Voilà le jour de l'aliume donc يعني je vais rentrer à la maison ou je vais vous préparer une اللي هي دي ماكاروني في الانستابو توتونان تحضروها في وقت وجيز. بقاو معايا باش تشوفوا الوصفه تاع اليوم. Voilà, le petit tour chez Walmart est terminé. Maintenant, on va passer en cuisine pour préparer des macaronis à la crème tout en un dans l'instapot. Restez avec moi pour découvrir la recette qui est vraiment hyper rapide et très très bonne. بسم الله نبداو على بركة الله في المقادير. عندي هنايا صدر من الدجاج اللي قطعته قطع كبيرة. وبالنسبة هنا لطريقة طهي العجائن في لوطو كويزور لازم يكونوا مقادير مضبوطة. راح نستعمل هنايا راح نستعمل هاد لي طاس. راح ندير دو طاس تاع الكريمة الطازجة ودو طاس تاع مرق الدجاج. وعندي هنايا 500 غرام من العجائن اللي هما ماشي طايبين، ملح، فلفل كحل و ثوم بودرة. On va passer maintenant à la réalisation de nos pâtes à la crème à l'instapot. Il faut vraiment des ingrédients très précis pour réussir la recette. On va avoir besoin d'une poitrine de poulet découpée en gros morceaux. Je vais bien la saler et poivrer. هنا بالنسبه للقطع تاع الصدر تاع الدجاج درت عليهم شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل وراح نخلطهم جيدا. باش نقلي الدجاج تاعي راح نعبص على لو بوتون سوتي وراح نديرو مور، يعني مور راح يكون قوي. واذا خفتو يتحرق لكم ديروه في الوسط. هنا درت مغرف كبيره من الزيت مع مغرف كبيره من المارغارين وراح دوكا نقلي جيدا الصدر تاع الدجاج من الجوانب. Appuyez sur le bouton sauté pour faire saisir les morceaux de poulet dans un peu d'huile et de margarine. Je vais bien les faire saisir des deux côtés. بعد ما حمرتهم جيدا دوكا رايحه نحيهم في طبسيل ونديرهم على جانب. maintenant je vais réserver les morceaux de poulet de côté. هنايا رايحه نقلي 3 فصوصه جوج فصوصه عفوا من الثوم غير مده يعني بعض الثواني باش ما تتحرقليش. maintenant je vais faire revenir 2 gousses d'ail finement hachées quelques secondes. رايحه نضيف 2 كؤوس من المرق الدجاج ورايحه نحاول كيفاش نحي كاع هذوك يعني القطع اللي تلصقوا من التحت باش كي رايحه نطيب العجائن تاعي ما رايحاش يتلصقوا. وهنا رايحه نضيف 2 كؤوس من الكريمه الخاصه بالطهي. جاجوتي 2 تاس دو بويون دو بولي. ensuite j'ai bien gratté la cuve de mon instapot. là j'ai ajouté 2 تاس de crème de cuisson. ضفت هنايا 500 غرام من العجائن
وهذاك لي مورسو تاع الدجاج، وراح نخلطهم جيدا ونضيف من الفوق شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود. جي اجوتي 500 غرام و 1 ليفر دو بات نون كويت، لي مورسو دو بولي جو في بيان رموي. قبل ما نغلق عليه راح ندير كانسل ولا انولي، ومن بعد راح ندير هاد الصفاره سور سيلينغ اي راح ندير مده 7 دقائق ويكونوا واجدين. افون دو فيرمي لو كوفرك جي ابيي سور لو بوتون كانسل، ensuite جي تورني لا فالف سور سيلينغ. maintenant je vais mettre mes pâtes à cuire pendant 7 minutes. بعد مرور 7 دقائق يعني كي راح تكمل راح ندير لكم واحد الصوت انها كملت، ديروا ديريكتومون كانسل ولا انولي. وهنايا دوكا رايحه نحي هذاك البخار اللي يكون من الداخل. هاد الاله شريتها من امازون، تجي عمليه بزاف لانه كي راح ندير بوغ ايفاكوي هاد لافابور راح يعني توسخ لي كاع لي زارموار تاع الكوزينه. هادي تجي عمليه، وكما شفتوا راني شعلت لاوت باش تروح ديريكتومون لهذيك الجهه. Après que les 7 minutes se sont écoulées, maintenant je vais évacuer la vapeur. Et comme vous avez vu là, j'ai utilisé cet ustensile que j'ai acheté chez Amazon. Maintenant, je vais laisser la vapeur s'échapper. هنايا كي راح تهبط لكم هذه تقدروا تحلوا الغطاء تاعكم. يعني قبل هذا ما لازمش يعني ما راحش تقدروا قاعد تحلوا الغطاء تاعكم. وهذه كيما جاوني تساؤلات عليها تانيك تجي يعني الي فريمون تري تري سيكوريتير، خير من لا كوكوت مينوت العاديه. هذه تكون سيكوريتير واذا فيها الهواء ما راحش تقدري تقيسيها ولا تنحيلها. اي فوالا كيما راكو تشوفوا العجائن تاعي بعد ما طابوا كيما شفتوا يعني تجي جو يعني في وقت وجيز ويجيو تانيك بنان بزاف لانهم راح يتشربوا جيدا هذيك الصلصه ولا هذيك الكريمه. هنا راح ندير الجبن من الفوق، يعني تقدروا ديروا اي جبن متوفر عندكم. وراح نديروا فوق الصحن التقديم. نتمنى انه الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، ونقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديده. سلام. Voilà les pâtes après la cuisson. Quand vous avez vu une recette hyper rapide et facile à faire et surtout très très bonne. Et pour les personnes qui m'ont posé la question sur l'Instapot, est-ce que vraiment ça vaut la peine de le prendre? Moi je vous le conseille vraiment, il va vous faire gagner du temps et vous allez préparer de très bons repas en peu de temps. Et surtout ils sont vraiment vraiment très très goûteux et très délicieux. Moi je vous dis à la prochaine Inch'Allah avec de nouvelles vidéos et de nouvelles recettes. Salam.